من منا لم يختبرها ولو في مرحلة ما في حياته؟ مش صعب، نتحدث عن أحلام اليقظة، فما هي هذه الأحلام؟ هل صحيح أنها تحفز نشاط الدماغ؟ للإجابة تنضم إلينا من جدة الدكتورة رميزة اليافعي، استشاري مساعد في طب المخ والأعصاب. صباح الخير دكتورة رميزة. لما نتكلم على أحلام اليقظة عادة ما نفكر فيها أنه شيء حكر على المراهقين، فهل هو فعلا هذا الشيء بس بيصير في الدماغ للمراهقين فقط وبعدين الإنسان بيتخلص منها ولا لا؟ صباح الخير يا سارة، صباح الخير يا محمد. صباح الخير. بالنسبة لي إنه كيف أحلام اليقظة تكون بس لعمر معين؟ لا، هي ممكن تكون مترافقة لك طول حياتك يا سارة، ولكن هي في الصغر وفترة المراهقة تكون أكثر بكثير، وتكون يعني تكرارها أكثر وحدتها أكثر أو شدتها أكثر، يعني تكون أحيانا لأشياء حتى غير مثلا بعيدة عن المنطق شوية ولكن تكون موجودة، لكن حتى مع كبر السن بتكون موجودة الأحلام اليقظة ولكن يمكن عددها يقل. بس هل في تفسير علمي لأنه في مرحلة المراهقة بتكون أكثر؟ أيوة سارة، لأنه مرحلة المراهقة بيكون فيها تكوين، يعني بداية تكوين أفكار جديدة، بداية إحنا طبعا هنا بنتكلم عن الناصية أو اللي هي الفص الأمامي، لأنه أكثر الأجزاء اللي بتنشط خلال أحلام اليقظة هي الفص الأمامي، طبعا أجزاء أخرى ولكن هذا الجزء بيكون هو الأساس لكيف أنه أنت بتاخدي قرارات، كيف أقدر أحدد خياراتي، وهذه الأشياء تكون أقل في فترة المراهقة، أقل نضجا، فبالتالي بتكون عندهم أحلام اليقظة أكثر بكثير لما طيب. خلاص يكون عنده خبرة كفاية قدر أنه يأخذ قرار في كبر السن. طب دكتورة، يعني ممكن أنه أضع الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه يعني عبارتين، بأنه أحلام اليقظة وكأنها أحلام إرادية مثلا على عكس أحلام النوم اللي هي غير إرادية، ما منقرر شو بدنا نحلم؟ أيوه صحيح يا محمد، هي تعتبر إرادية ولكن باللاوعي، يعني بالضبط. أنت ما بتنوي أنك أنت تعملها، يعني أنت ما بتنوي أنه والله أنا دحين مثلا في اللحظة دي أنا حدخل في حسرح أو حيكون عندي شرود ذهني، لا، ولكن الـ 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 الأشياء اللي بتتراكم علينا خلال اليوم، أحيانا المعضلات ما بتلاقي لها حل، بتدخل في الدماغ بيعمل حاجة اللي هي ديفولت نتورك، سيستم جديد مسويه لنفسه عشان يخرج من الواقع اللي هو مو قادر انه يحل فيه مثلا مشاكل باللاوعي ويدخل في احلام اليقظة. فتلاقي فترات انت بتكون تعمل عمل روتيني عادي وفجأة شيء يحصل فيه عندك شرود ذهني او سرحان، وهذه يعتبر شيء من القدرات الدماغية اللي تساعد الدماغ فعلا انه يستمر، او يعني يستمر بحيث انه يقدر يعني يتعايش مع واقع الانسان اللي هو بيعيشه. ايوه بس هذه ممكن كان سلبي ولا ايجابي. ايوه بس ممكن هذه تعتبر نوع من انواع الهروب، وفي نفس الوقت انت بتقولي انه كده الدماغ شويه بيرتاح، فيعني هل نعتبر احلام اليقظه مفيده ولا ضاره؟ ايوه يا ساره، شوفي هي بيقسموها اثنين، في منها جزء سلبي وجزء ايجابي على حسب كان الدخول فيها بايش، ولكن احنا ما نعتبرها هروب ولكن الدماغ بيعتبرها يا ساره اعاده فرمته. ليش؟ لأنه أنت الدماغ وقتها بيرجع يسترجع كل الخبرات اللي عنده، سواء اللي عاشها ولا اللي سمعها ولا اللي شافها، حتى بيبدأ يجمعها ويديك في النهاية نتيجة لنوع من أنواع الحلول بشكل لا واعي. هذا إذا جينا من ناحية اللي هي إذا كان الواحد في موضوع سلبي أو في أمور يبغى لها حل. إذا من الناحية الإيجابية بنلاقيها نوع من أنواع خليني أقول لك التأمل أو الدعم الذاتي، يعني بتحلمي أحيانا بنجاح، بتحلمي أنك توصلي، إيه بتحلمي أنك توصلي لمكانة معينة يمكن أنت في اللحظة دي ما أنت قادرة توصلي لها، ولكن دخولك في هذه الأحلام يسهل لك الطريق، يعني يحسسك أنه والله حلاقي حلول، أنا كيف حدخل للمرحلة دي الجديدة أو النجاح الجديد. حتى لو كان الحلم مبالغ فيه، يعني أجلس مثلا أحلم أنه أنا مليارديرة مثلا، يعني ليش لا يا سارة، أحلم أنك مليارديرة ما تعرفي. أيوة بس وقتها يعني هذا ما بيكون هروب وقتها أكثر ناحية السلبية يمكن أكثر. لا ما هو نوع، لا ما هو نوع من الهروب يا سارة، لأنه أنا حتى في علم التأمل أو الأمور هذه اللي بيدخلوا فيها ترى أساسهم فيها هو الأحلام اليقظة، أساسهم فيها القدرة الدماغية أنك تعيش اللاوعي عندك وتخليه حقيقه، وهذا حتى في البرمجه اللغويه العصبيه، حتى في اللي هي السي بي تي اللي تكلمنا عنها من اول، كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، كيف انه احنا اشياء ما نقدر نوصل لها
لازم ندخل لها في عالم اللاوعي أول شيء عشان نقدر نلاقي لها طريق. نعم. طيب دكتورة، يعني لنفترض أنه هالشخص أصيب بأحلام اليقظة وحقق الحلم اللي كان يحلم فيه، هل من مجرد تحقيقه خلاص ببطل يحلم بأحلام أخرى ولا لا ينتقل إلى حلم آخر؟ والله شوف، يعني هذا يعتمد على الإنسان، يعني ها حاجة صعب إنه الواحد يحددها. لكن الشيء العلمي اللي فيها إنه أحلام اليقظة بتحفز أجزاء كثير في دماغنا يا محمد، لدرجة إنها بتكون مفيدة حتى تخلي دماغنا دائما ستاند باي، جاهزية، يكون عنده القدرة على الجاهزية إني أستوعب أي شيء جديد. وهذه إذا تسمحوا لي أقول لكم على دراسة عملوها، جمعوا ناس من عمر 18 لعمر يعني ما بين 18 و65، وبدأوا يعطيهم صفات روتينية أو أعمال روتينية، يقول لهم أنا حخلي أرقام تعدي قدامك، حخلي صور تعدي قدامك، كل ما شفت الأرقام أضغطي على الزر. فبعد نص ساعة صار العمل روتيني، وفي نفس الوقت كانوا بيعطوهم رسائل إيجابية ورسائل سلبية يعني بشكل جمل. بعد ما خلصوا الاختبار لقوا إنه الناس اللي دخلوا في السرحان أو في الشرود الذهني كانوا قادرين إنهم يسترجعوا الجمل اللي انذكرت، غير الناس اللي كانوا مركزين ومنتبهين للعمل الروتيني اللي كانوا بيعملوه. هذا فعلا دليل انها بتحفز الميموري، اي بتحفز ذاكرتنا، بتحفز قدرتنا على اتخاذ القرار. أيوه. وفي نفس الوقت تعطينا حلول. يقال كمان انها مرتبطه بالابداع، بيقولوا انه بيتهوفن ودافنشي وكمان والت ديزني حتى كانوا كثير عندهم احلام يقظه. طيب مظبوط، وبعض الرسامين صح. طيب نكتفي بهذا القدر. دكتورة رميزة اليافعي استشارية مساعد في طب المخ والأعصاب، شكرا لوجودك معنا. شكرا.